طيب مضماد منسق الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع. احنا اليوم متواجدين في هذا الفضاء اللي مكننا منه نادي هيئة المحامين بالرباط، وبالمناسبة كنشكروا نقابة المحامين بالرباط اللي اعطتنا هذا الفضاء فين نقدروا نديروا هذا النشاط ديال اليوم، واللي كنعتبروه نشاط تاريخي ومحاكمة تاريخية نظرا للموضوع الذي تتناوله ونظرا للشخصيات وللهامات والقامات القانونية والحقوقية اللي كتشرف عليه. هذه المحاكمة بغينا أنها تكون محاكمة رمزية نظرا لأن القضاء المغربي كيتقعس، ما قدرش يفتح، ما عندوش الشجاعة وما عندوش الجرأة باش يفتح تحقيقات في مواجهات الصهاينة، ولهذا احنا كنقيموا هذه المحاكمة، ولكن إن كانت رمزية فهي مبنية على القواعد الحقيقية والأساسية ديال المحاكمة العادلة. محمد الغفري مقرر الجبهه المغربيه لدعم فلسطين وضد التطبيع، مسؤول العلاقات الخارجيه. اليوم حنا في المحاكمه الرمزيه اللي كتنظمها الجبهه بالمناسبه ديال مرور سنه على التطبيع، على توقيع التطبيع ديال النظام المغربي مع الكيان الصهيوني. هذا التطبيع اللي مرفوض شعبيا من طرف الشعب المغربي، اولا لان الشعب المغربي يناصر المظلومين، الشعب المغربي عاش الاحتلال وتعرف شنو هو الاحتلال، وبالتالي الاحتلال ديال الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني بالممارسات العنصريه اللي كيمارس عليه ما يمكنش الشعب المغربي يقبل يدير يدو في يد الكيان الصهيوني. الشعب المغربي يناصر الشعب الفلسطيني لانه شعب تيعاني من جرائم الاحتلال، واليوم غتكون فرصه في هذه المحاكمه ان غتكون عندنا شهادات عن بعد للمغاربه مقيمين في فلسطين وايضا الفلسطينيين متيعيشوا تحت الاحتلال. هذه الشهاده ديالهم غتبين الى اي حد ان هذا الكيان راه كيان مجرم وانه ما كيستحقش فعلا اننا نحطوا يدينا في يديه، وبالتالي هذه المحاكمه هي محطه نضاليه من المحطات النضاليه ديال الجبهه المغربيه لدعم فلسطين اللي غتستمر الى غايه اسقاط التطبيع وتجريم التطبيع.